وينهم العيال؟ فارس وهديل للحين مع عمهم جابر. جميل، أجل نقدر نخلي الموضوع مفاجأة لهم لين ننتهي من تقفيل الصناديق. بس لازم نستعجل في الشغل. MNQ1TH متى نبدأ؟ بعد ما ننقل لك البيانات. حريص، ترى ما عرفنا عليه. هذا الروبوت MNQ1TH واللي مهمته يصحح الوجهة اللي كان المفروض أروح لها. دام جاي ينقذك يا حريص، راح نسميه منقذ. وهذه خالتكم نورة تتصل. هلا يا أم عمر. أنا وعمر جاهزين، متى راح تمرون علينا؟ يلا يلا الآن جايين ومعنا ضيف جديد. الحمد لله، الله يديم هالنعمة. ايش فيك؟ ليش كفلت الموية؟ ترى أنا مو في البيت. لأن الحفاظ على الموية يكون داخل البيت أو خارجه. معك حق. طيب الآن ايش رأيكم نلعب بالألعاب المائية؟ يلا. حلو نستمتع بالموية، لكن الأهم ما نكون سبب في إهدارها. صح عليك، وإن شاء الله راح نكون حريصين المرة الجاية. فارس وهديل، أبوكم يناديكم، في مفاجأة تنتظركم. مفاجأة؟